لا تخلطي بيني وبين شغلي. يلي بيهمك انه انا لساتني عامر. يلي بيحبك وبيموت فيكي وعنده استعداد يعطيكي روحه هلا اذا بدك. بس اذا مصره تشوفيني قاتل ومجرم، فانا راح اقول لك انه هذا الوش اللي عرفتيه عنده استعداد يأذي العالم كله إلا ابني وانتي. إذا ولا تخسروا بعض أبدا مهما صار فرح، صدقيني لا تخسروا بعض. يعني لو ما كان في حب كان في حديث تاني، بس بما أنه أنت بتحبي سامي أنا بعرف هذا الشيء، ومتأكد أنه سامي بيحبك، فأنا ما بعرف يعني شو رأي نور. يعني عم قلها أنه ما تخسروا بعض نهائيا مهما صار. هلا اكيد معك ها. معك ها. بعدين في الصغير بيناتكم، اذا مو مشانكم مشانه. انا ما بدي اخذ من وقتكم اكثر من هيك. اتمنى تفكري بكلامي وما تخجليني. يلا بالاذن. وين رايحه؟ عندي مشوار ضروري ماني مطوله. لوين؟ شو عم تعمل هون؟ هرتاي! شو عم تعمل هون؟ فوت لجوا، فوت لهون. هرتاي! أنا كم مرة قلت لك ما بتتركي لكنان؟ كم مرة؟ كم مرة؟ كم مرة قلت لك ما بتتركي فلتان حمارة؟ حمارة ما بتفهمي؟ أكيدي من روحة الجامعة؟ يس، لازم نروح. موعد تقديم الثيسس قرب كتير وأنجا ملحقة. أخذت الدواء؟ إيه أخذته. كتير منيح. ومن شان الرجعة؟ من شان الرجعة أنا بدبر حالي. أنا صرت منيحة، ما تعطى الهمة. شو راحت لعندي؟ ايه اجت لعندي وحكيت لي على اللي صار واقنعتها تبقى عندي بالبيت. لك حيوانه هي، شو بدك فيها؟ لا وبتاخذ وبتعطي كمان. كانت رايحه لعند الشرطه تخبر عنك. تخبر؟ هي اللي تهجمت علي بالاول. لا لا، هي ما كانت رايحه تشتكي عليكي انك ضربتيها وموتيها قتل وزرقتيها كمان. شو لك ها؟ كانت رايحة تقول لهم إنك بتتعاطي. جاوبيني مظبوط؟ أنت لازم تشوفي طبيب، واليوم قبل بكرة. أنا منيحة وما بدي شيء. لا أنت مش منيحة وبحاجة لمساعدة، واللي عم تعمليه بحالك وبهالولد ما عاد مقبول أبدا. أنا رح ياخذوا الليلة نام عندي. كنان ما بيروح لمطرح، كنان بيبقى معي هون بالبيت. انت مش قادره تنتبهي عليه،
وفوق ما عاد عندك حدا ترمي عليه وتفوتي تحبسي حالك بغرفتك وتشمي اللي عم بتشميه. كنان ما بيطلع من هون من البيت. ليك لينا، انا مش جاي اتخانق معك ولا بدي اسرق الولد منك. لكن شو بتسمي هذا اللي بدك تعمليه؟ انا عم بعمل الصح. انت بحاله مش منيحه والولد ما بيصير يبقى معك. اذا عن جد بتخافي على ابنك وتحبيه، تركيني اخده كم يوم برجع لك اياه بس تلاقي حل لمشكلتك. واعتبريه يا ستي ضيف عند سته منيح. شو بكي؟ شو بكي؟ شو عم بصير قولي؟ هي لينا؟ لينا شو بكي؟ كنت معصبة ورحت ضربت لهي الحيوانة هرتاي اللي عندي. أم رحت لعند صباح وحكت لك لما مين حكى عني، إجت صباح وأخذت كنان من عندي. وقالت لأنك عم تعطي؟ قالت لا؟ أكيد ما في شي منه هالحكي. بعدين مين قال لك هالشي؟ مش مهم مين قال لي هالشي، أنت بتحب حدا تاني أو لا؟ أكيد لا. بعدين اللي بيناتنا أنت بتسميه حب؟ صاروا 100 مرة نفهمك. نحن فريندز، أوكي؟ فريندز. كريم ما تجنني، البنت منزل صورها معك على الفيسبوك. يا الله، وإذا نزلت صورها؟ كنا بحفلة عيد ميلاد وكلنا سوا قعدنا تصورنا مع بعض وتسلينا، ليه نقت هالصور بالذات حتى تنزلهم وتعملهم شير؟ ما بعرف. يعني ما في شي بيناتكم؟ لا ما في شي. بشو بدك احلف لك حتى تصدقيني؟ ما في شي عم اقول لك. شو معقول هيك؟ مجنون. كثير مبسوط انك صرتي احسن. خبرني شو وضع التحقيق؟ اوف، شو هالتحقيق هيدا؟ كل ما لها بتزيد التعقيدات. ليه؟ شو في هلا؟ يعني هلا رجعت شك انه سامي هو عمل القصه كلها. ليه؟ لاسباب كثيره. دخيلك شيليني من القضيه هلا. قولي لي شو اخبار الجامعه؟ تمام ماشي الحال. الاطروحه امتى؟ الشهر الجاي. كثير منيح. ليه عم تسال؟ مهتم، عم بتطمن. تفضلي مدام. خير مدام، شو المشكلة؟ مدام؟ مدام أنت معي؟ شو المشكلة مدام؟ أنا جاي بلغ عن شو؟ عن سرقة تليفوني. وشفتي له الحرامي؟ ايه شفته. اعطيني اوصاف. طويل، شعره اسود، لون عيونه بني. وين كنت؟ تاخرتي. مرقت على النادي شوي. عذبك؟ لا ابدا، ما طلع صوته. طيب انا حفوت غير. يا
يلا يا نادين اشربي. يلا. مالي قدراني. ما بصير. انت سمعت الحكيم شو قال؟ لينا انت عملتي خطوه كثير مهمه انك اخذتي القرار، بس هذا كله ما بكفي. هي اول مره ما بيكون معي كنان. كنان منه بالشارع، كنان عند سته وقريبا بوصل لعندك. سامعه؟ بس المهم انت الطيبه. كنت فاكرة حالي امتى ما بدي باخد وامتى ما بدي بوقف. لكني مدمنة رح اخسر ابني بعد ما خسرت كل شيء. لا ما رح تخسريه. دينا انا لما خسرت ابني ما كان بايدي. ولا بايدي اعمل شيء لحتى ارجعه. انت فيكي بتقدري. رجعي نيمي. رجعي نيمي. بدك تروح؟ لا باقيين. أنا آسفة سامي إني عم لبكك معي، بس ما بقدر أطلب هيك مساعدة من أي حدا. المهم إنك طلبتي وقررتي إنك تخلصي. بعدين ما حليك إنك طلبتيها من حدا غيري. يلا هلا نيمي هلا وارتاحي وشديدي همتك، لأنه اللي جاي رح يكون كتير صعب. وعدتيني إنك تخلصي منه، صح؟ وطالما بطلت هيدا اللي عم تاخده وصارت أحسن، ليش ما هي اللي حكيت معي مشان ابنها؟ ليش بعتتك إلك؟ هي ما بعتتني، ما بتعرف إني جاي لعندك. هي بس خجلانة من حالها وخايفة إنها تفشل بس. إيه وأنا كيف بتطمن على الولد معها وهي بعدها مش متأكدة إنها تخلصت من إدمانها؟ لازم نعطيها فرصة نساعدها. رجعت كنان على البيت بتقويها. أنا فهماني إنك حابب تساعدها، بس هي مش قادرة تكون مسؤولة عن ابنها بهذا الوضع. هي غير انه في مشكلة تانية. شو هي؟ انت وجودك عندها بالبيت طول الوقت. بعرف انكم اثنيناتكم وحيدين ومصدومين وواقفين مع بعض، بس قربك هيك من امه لكنان مش مقبول. الولد واعي لكل شيء عم بيصير حواليه. صار لي نايمة شي 5 ساعات. لينا اتصلت عم تطمن عليك، قال تحكيها بس توعي. فرح، في شي بينك وبين عامر؟
مساء الخير. مساء النور. مسكي. صوتك منيحة ما في شيء. يعني أنت مش مريضة؟ خير الحمد لله. ليك عملت اليوم صينية لازانيا وكتير طيبة، رح احط لك ذوقها شوي. اكيد ما في شيء بيني وبين عامر، مجنونة انت؟ فرح انت اختي وانا بخاف عليك. ما في شيء تخافي عليه، ما اجى لهون تيظبط القصص بيني وبين سامي. انا وعامر رفقة كتير. لا بعرف انه انت وياه رفقة، بعرف كتير منيح. ما عامر هو جوزة لرفيقتك ورفيق جوزي كمان بنفس الوقت، سو بعرف. يعني بتعرفي بس انه انا قلت انه نحن بشر وهالقصص بتصير وكتير صايرة من قبل ورح تطل تصير اكيد. بس مش انا اللي بعمل هيك. ريحتيني. كثير طيبة. سلم دايتك يا نور. بزيد لك بعد؟ لا ابدا، شبعت يلا. خلي عمك. اعطيني اعطيني، اقعد مع مرتك. كيف صرتي؟ احسن. مش غريبة ترتفع حرارتك وانت مش مريضة؟ قلت لك برد وتعب. كل الليل كنت عم سوق، اخر شيء نمت بالسيارة. أنا ضايقتك كثير هالفترة. تحملت مني كثير وأنت ما بتستاهل. بعتذر. ما تزعل مني. فترة وبتقطع إن شاء الله. حافظ تلاقى. لوين عملت لك شاي؟ ما عبالي. يلا نشرب انا وياك. شوفي خبرني عامر انه مرق اليوم الصبح وحكي مع فرح. ايه مزبوط، قطع نص ساعة الصبح وفل. أنا ما كان بدي الكل يتدخل بالموضوع. عامر ولينا مش غرابة. بكل الأحوال أنا حاسسها تحسنت من بعد زيارة عامر. أنت شو رأيك؟ أنا هيك كمان حسيتها. في كمان أوامر صرف الحديد والبيتون. العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، ما هيك؟ هي والله. خلص روحي أنت هلا، يعطيك العافية، تعبتي اليوم. بكرة أعطيني إياها أول شيء. أوكي. تصبحي على خير. وأنت بخير.
الو سامي، مرحبا، كيفك؟ طمني، شو الوضع عندك؟ ايه تمام، كثير منيح، الحمد لله على سلامتها. ايه كثير منيح. والامور الثانية ما عم تنحل. أهم شيء سامي إنكم تديروا بالكم على بعض. هذا شيء كثير مهم. طيب حبيبي، طيب ماشي، بكره الصبح بنحكي. لا سلامتك، تصبح على خير. مع مين؟ أهلي، مع السلامة. ألو؟ عامر الباشا، بدك تروح شوي، الظاهر أخذت إيدك على أذن. إيه بدك تدير بالك على حالك معناتها. طلعت ولا نزلت؟ حقك رصاصة. إذا بيطلع بإيدك ما تقصر. إيه دير بالك على حالك منيح. ما بتعرف من وين بتجيك، يمكن تطلع لك من فنجان قهوتك. شو وين رايحة؟ هون، وين بدي روح؟ وشك لابسة كأنك رايحة على العرس. لأني كنت عم نزل صور على الانستا، تخيل على آخر صورة إجاني 150 لايك. تعبان تصور ونزل. شفته لسامي اليوم؟ ايه ليش؟ اتصلت بفرح ما ردت علي، فحكيت اختها وتركت خبر معها انه ترجع تحاكيني. ما رجعت حاكيني. شو القصه يعني؟ عادي بتكون لسه تعبانه. مفكر اعزمهم بكره لعنا على العشاء، انه هي بتغير جو حرام، وقلنا زمان ما اجتمعنا سوا. عزبيهم امتى ما بدك، انا ما عندي مشكلة. بدك؟ ترجع بكرة. مساء الخير. اهلا، مساء النور. شو عم تشربي؟ زهورات. قال لي الدكتور اشرب مع الدواء، قال بيروقني وبيقلل خوفي من فكرة الحبل. الزهورات؟ ايوه الزهورات، وصفة حكيمة. حاسة حالك افضل يعني؟ شوي كبسة زر، ما بعرف قدامي علاج طويل يعني، مش هيك بسرعة. قد ايه طويل؟ يعني قد ايه طويل هالعلاج لتتحسني؟ ما غصت، مش قادرة اسمع هالحكي. ما بقى حتسمعي صوتي. وإذا كرمال الولد عمره ما يكون الولد. تشرب زهورات؟ بيشرب. أنا صار لازم أمشي، صار لي كم يوم ما رحت على الورشة، بكرة كريم بيصرع لي راسي. قوم روح، لازم تروح. أنت منيحة؟ إيه أنا منيحة.
لينا انت بعد في ارقام على تليفونك؟ جاوبيني، في شي رقم على تليفونك تتصلي فيه حتى اجيب لك كوكايين؟ لا ما عندي، بس عم فكر انه بس اخذ اليوم وبكره ببلش وقف. اذا اخذتي يعني رجعتي. بس اليوم سامي عن جد حاسه حالي اني بدي اليوم، وبكره اكيد رح وقف. ولا مره ولا مره ما رح خليك تاخدي. الله يخليك. طلع فيه منيحة، ما رح خليك ترجعي. لو بدي اربطك بالحبال ما رح خليك ترجعي. طلعي فيه هون، ساعتها رح فوتك على المصحة وكل الناس رح تعرف انك عم تتعاطي كوكايين، وهيك ما رح تقدر تشوفي ابنك الا بتصير منيحة. شو؟ صباح. وين لينا؟ نامي جوا تفضلي. شو هو الموضوع الضروري اللي بدك تحكيني فيه؟ اكيد عم تسالي حالك شو عم بعمل هون من بعد حديث امبارح، ما هيك؟ ايه مستغربه. لينا وضعها كثير صعب، وبحاجه لحدا راقبها 24 ساعه حتى ما تضعف وترجع تتعاطى، وهي ما لها حدا غيرك ببيروت، وانا وضعي كثير صعب بالشغل لازم ارجع. بس انت بتعرف كثير منيح كيف علاقتنا انا ولينا، وما فيني انسى اني طلعت من هون شبه مطروده. ترجع لعند اهل هالشام او تفوت على مصح. كيفك ماما صباح؟ منيحه. أنا لو لكنان كنت نزلت على الشام، بس أنا ما بدي يبعد عن أبوه، وما بدي أتركه هون وأنزل وأنا بعد عنه، زائد إنه أنا ما بدي فوت على مصح، لأنه مو ناقصني ترجع تنفتح قصتي بين الناس. بس أنا عندي مسؤولياتي، وعامر ما بينترك لحاله بالمستشفى، لازم أمرق كل يوم وأطمن عليه. هي كم يوم بستنا؟ وانت بهون عليكي يشوفك ابنك مهدود وبهالحاله. سامي قال لي انك صرتي احسن، بس مش لايقه. صدقيني انا عم بتحسن وبطلت، حتى اسالي ما عنا حل تاني. الو كيفك؟ منيحة وانت؟ انا منيح. صورك اللي عم تنزليها حلوة كتير، لساتك مثل ما انت ما تغيرتي. شكرا. وانت كمان ما تغيرت؟ لا مبلا، طلع لي شوية خطوط تحت عيوني. انا جاي على بيروت بعد 10 ايام، خليني اشوفك اذا فاضية. طبعا اكيد بنلتقى. هو هيك، وانت كمان حاكيني ايمتى ما بدك، وانتبهي على حالك. اوكي وانت كمان، يلا ناطرينك. باي باي. باي. لا الحمد لله صرتي احسن بكثير. كيفك؟
تمام بخير، خبروني انك اجيتي وعملتي درس، عم قلت بيجي بشوفك فرد مره، هيك هيك ما عم تردي على موبايلك. بعدني هيك تعبانه مخطوطه شوي. سلامة قلبك يا فروحه، يلا خلص رفسي لنا يابا على المرض. تحلي؟ انا؟ عن جد؟ اه واضح يعني، ما هو خلص انا قررت اني انبسط. بتعرفي عم فكر غير لون شعري او قصه وشو رايك؟ لا ما توصي حلو هيك. والله جد؟ ايه ما يعني نفسي غير شيء بشكلي، ما بعرف شو. من اللي بيريحك؟ ما بعرف يمكن عم بتفقس، بدي ادخلي. شو رايك نعمل شيء سوا؟ صار لك من وقت ما ولدتي ما رحتي لمكان. ايه ولا لا؟ شو؟ عم اقول شو رايك نعمل شيء سوا؟ انا بشوف ليلى انت كان لازم ترتاحي كمان نهار، استعجلتي بالنزله على النادي. ما تعتلي همي انا منيحه. بتعرفي بعشرة ايام زادوا الفولورز تبع الانستا شي 1000، نزلي صور كثير حلوين شفتيهم؟ هيك حبيتهم انا. اه انت ما بتفتحي. ما بتفتحي بس كثير حلوين، لازم تفوتي تشوفيهم. ليه ما بتفتحي؟ بتسلي. ما بعرف انا بحس انه يعني هيك بتسلى بتغير جو. مدام فرح انا خلصت ظبطت كل شيء كل شيء. بس وصيني شيء. سلام. بدك تكون سريع؟ لا حابة شوي. بعد عني وعن عائلتي. أنا على الآن مع ناس وسخة كتير وطالبين راسي. ما تركوا لي حل غير إني أعمل اللي عملته. ومع هيك ما رح يحلوا عني. ليه ما خبرت الشرطة؟ نحن مش عايشين بغابة، كل واحد بياخد حقه. لو عايشين بغابة، عايشين بغابة. بس عقل البني آدم ما بيقدر يحمل الحقيقة. ما بيحب يشوفها لأنه بشعة كثير. كيف فيك تقتل إنسان؟ كيف؟ ما بقدر أقول لك. هذا الموضوع فيه وراء ناس كبيرة، روس كبيرة كتير مستعدة تمحيني عن وش الأرض إذا ما بنفذ اللي بيقولوا عليه. اللي فيني أقول لك يا شغلة واحدة بس، أنا مالي ملك بس كمان مالي شيطان. لك أنت شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ سياسة، مخدرات، سلاح، كم واحد قاتل بحياتك؟ كم واحد؟ مية ولا ألف أصلاً شو الفرق؟ شو الفرق؟ لك أنا صرت بكرهك، بكرهك وبخاف منك. لو بتكرهيني وبتخافي مني كنت رحتي بلغتي عني. رحت رحت على المخفر وشفته للضابط. شو صار؟ ما قدرتي تقولي شيء؟ هالمرة لا، بس رح روح، رح روح وخبره انك واحد مجرم. ما رح تساوي شيء، ما رح تساوي شيء. معك نسختين غيرهم؟ لا بس هدول. لينا صدقيني انا عم بعمل هيك مشانك. بفضل اقفل البواب.
ما بدي اياكي تطلعي من البيت وانا نايمه. اسمعيني لينا، انت بتعرفي انه الموت حق وما حدا بيعرف امتى بتجي ساعته. وشادي شو ما صار وشو ما كان، بالاخر هو اخو ابنك وما قالن غير بعض. بعرف انه اللي بدي اقول لك صعب عليك وفوق طاقتك، بس بدي اياك توعديني اذا بيصير لي شيء ما تبعدي شادي وكنان عن بعض. انت طيبه ومعدنك منيح، ما رح يطلع من قلبك تنتقمي فيه من امه وابوه. وعديني لينا، وعديني هالولدين يربوا اخوي مهما صار. بوعدك. لا ما فيني استغنى عن هيك مبلغ هلا وانساه. ما بعرف ايمتى بده لحتى يلف ويبرم ويرجع لي. سنة ماكسيموم سنة بيرجع لك. هذا الشغل مضمون وانا عارف كثير منيح شو عم بعمل. لا تزعل مني، ما فيني. لا بدي ازعل منك، انت حر. يلا يلا تشيرز، نرجع نلعب رولات. انا رولات مالي مصلحه، بعدين لازم اروح على البيت وانت كمان لازم تروح، بكفي اللي خسرتهم اليوم. حاسس راح تجي. ايه اذا هيك اوكي، باي.